الذي يضحي، اللي بيعمل أضحية كل سنة، والأضحية طبعا القول الراجح فيه أنها سنة ليست واجبة. فالذي يضحي يجب عليه قبل ظهور هلال ذي الحجة ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظافره كالمحرم. يبقى إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأردتم أن تضحوا فأمسكوا عن أشعاركم وعن أظفاركم، فأمسكوا فلا يأخذ أحد منكم شيئا من شعره ولا من أظافره. قال العلماء الراجح في هذه المسألة بالذات على الوجوب لمن يضحي، فإن أخذ شيئا من أظافره أو من شعره فقد أثم، ما لهوش حاجة، ما لهوش فدية ولا حاجة، لكن آثم. وهذا الكلام على صاحب الأضحية، لأن الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته، يبقى مش مطلوب من الزوجة أن تقوم بهذا أو مطلوب من أولاد أن يقوم، أنت المضحي فقط، أنت اللي بتذبح الأضحية يبقى أنت عليك الكلام ده. ذبح الأضحية إمتى؟ بعد صلاة العيد. لو قبل صلاة العيد ده لحم ليك أنت وأولادك، لن تأخذ عليه ثواب. بعض الناس يقول لك زحمة الجزارين ومش عارف إيه، روح ذبح لك بالليل، نقول له يا حلو ده مش أضحية ولا ثواب لك فيها، ده لحمة ذبحتها لعيالك لكن لا ثواب لك فيها. إنما يبدأ الذبح من بعد صلاة العيد ويمتد لحد فين؟ لحد قبل غروب اليوم الثاني من التشريق. يعني تاخد يوم النحر اللي هو 11 اللي هو 10، وتاخد يوم 11 ويوم 12 ممكن تذبح، بس حاول تذبح بقى قبل الغروب، لان لو ذبحت بعد الغروب فات الوقت بتاع ايه الأضحية. واضح الكلام؟ طيب الأضحية ما شروطها؟ بعض الناس يقول لك طب ما انا اجيب حتة عجل بتلو هيصب لي لحمة أكتر من الخروف، الخروف دلوقتي غالي. نقول له ما ينفعش ولا يجزئ. الذي يجزئ فيه من بهيمة الأنعام الآتي: جمال أو بقر، والبقر معاها إيه؟ الجاموس يمشي، وغنم، الغنم يعني الضأن، والمعز. إيه شروط الأضحية في دول؟ لو هتذبح جمل لازم يعدى عليه 5 سنين، ما تجيبليش بقى جعود صغير كده وتفرح بيه وتفرح بيه العيال وتقول ده الأضحية بتاعتنا، ما ينفعش لا يجزئ. طب في عجل البقر أو عجل الجاموس لازم يعدى عليه 2 سنين، قبل 2 سنين لا يجزئ. طب في خروف الضأن لازم يعدى عليه 6 أشهر. طب في جدي المعز لازم يعدى عليه 1 سنة. يبقى المعز يعد، يبقى نجيبها كده بالترتيب: الإبل يعد عليه 5 سنين، البقر أو الجاموس يعد عليه 2 سنين، المعز يعد عليه 1 سنة، الضأن يعد عليه 6 شهور. واضح؟ هذا الذي يجزي. نقطة تانية: ما تجيبليش خروف هزلان وماشي دايخ، ما ينفعش. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، يعني وفرين في اللحم. يبقى لا تصلح العوراء ذو العور البائن، انت بتقدم لربنا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى تقدم لله افضل الاشياء، مش تجيب له وهمه عوره وتذبح حاله. يبقى لا ينفع فيها العور ولا العرج البائن ولا الهزال ولا المريضه، كل هذه لا تجزئ في الأضحية. وشروط المضحي زي ما ذكرنا. طب هنقسم الأضحية ازاي؟ على 3 أقسام، ما أقولش ثلاث أثلاث، على 3 أقسام: قسم للفقراء، وقسم لأهل البيت، وقسم للهدايا. ما بقولش أكلات متساوية، لا، لو خليت أكبر قسم للفقراء فهو الأفضل، خد لك انت اقل قسم انت وبيتك.
مش تقعد تجيب لي في الكبدة وتجيب لي مش عارف ايه وفي المعلاء وفي واحسن حتة لحمة تاخدها لبيتك وتطلع الفايض اخد بالك والعظم للغلابة. لا، الاوفر، القسم الاوفر لمين؟ للفقراء، وبعدين الهدايا، وبعدين اهل البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذبح كان يذبح بنفسه بيده صلى الله عليه وسلم ويقول بسم الله والله اكبر. وورد عنه انه يقول هذا عن محمد وآل محمد، ونحر نحرا ذات مرة او ذبح ذبحا وقال هذا عن امتي عليه الصلاة والسلام. فاذا لك ان تضحي بنفسك بيدك وتقول بسم الله الله اكبر، وتقول اللهم هذا عني وعن اهل بيتي، او تكتفي بسم الله والله اكبر. الجزار اللي هتجيبه ما تعطلوش الأجرة لحمة، لا يجوز، إنما تعطيل الأجرة إيه؟ فلوس. والجلد في خلاف بين العلماء، نبيعه ولا نتصدق به؟ والأولى التصدق به. في طبعا هنا الشيخ حامد شعبان بتاع بنك ناصر يعني بيقوم بجمع الجلود الأضاحي في أيام الأضحى، وبيبيع هذه الجلود لصالح الجمعيات الخيرية التي تحت يديه، وبيقوم بها باستبدالها بأحذية لليتامى والفقراء، ويعني بيقوم بمجهود كبير يعني. جزاه الله خير. فيبقى إذن لا نعطي الجزار من اللحم شيئا إلا بعد ما تعطيل الأجرة اللي اتفقت عليها كباب هدية، لكن تعطيها لهم الأجرة، تقول له الأجرة بتاعتك 5 كيلو لحمة مثلا، ما ينفعش. يبقى الذبيحة، ذبيحة الأضحية، لا تعطي الجزار أجره لحما. لو عايز تديله كيلو هدية ما فيش مانع، لكن ما تحطهاش في دماغك انك حاسبها ايه، حاسبها من ضمن الحسبة. ما في واحد يقول لك الله ده كيلو ب60 وانا هتفق معاه على 250، انا اقول له 200 بس وبقدر له ايه الستين دي كيلو لحمة، ما ينفعش. انت بتتعامل مع رب. يبقى دي الامور اللي حددها الفقهاء في الاضحية. في اي سؤال عن الاضحية؟ في اي سؤال عن مسألة الشعر ومسألة الاظافر؟ الشركة في الاضحية، عجل البقر يغني عن 7 ممكن يشتركون في عجل بقري عد عليه سنتين. لو تمنوا مثلا قلنا 15,000 دلوقتي، يوصل 15,000 أو 14,000، كل واحد يدفع 2,000 ويجيبوا عجل بقر ويوزعوه كلهم برضو ما دام مشتركون. لو أن 7 اشتركوا في أضحية عجل، أخذ بالك، كلهم قبل ظهور الهلال ينبغي أن يمسكوا عن الشعر وعن الأظافر. لا، الوكيل ليس له أن يمسك، إنما الذي يمسك هو صاحب الأضحية. أنا في السعودية ووكلت فلان إني يذبح لعجل أو يذبح لخروف أضحية، ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا عن فلان وأهل بيته، أنا اللي أمسك عن إيه؟ عن الشعر وعن الأظافر. لكن الوكيل ده الغلبان، طب نخليه يمسك عن الشعر والأظافر، هو ماله؟ مالوش في الموضوع، راجل الوكيل هيذبح. واضح؟ سؤال تاني في الأضحية. الأضاحي برضو نفس الشيء، لو في السعودية في أضحية، بس اللي احنا بنعمله في السعودية حج مختار مش أضحية، اللي بنعمله في السعودية ده الهدي الواجب علينا، وفي فرق بين الهدي والأضحية. الهدي واجب لكن الأضحية سنة، لو ما ضحتش خلاص ما فيش عليك حاجة. نعم. بيعمل ايه؟ يأمن الجلد ويأكله. ما احنا قلنا يعني بعض العلماء اجاز بيع الجلد، اجاز بيع الجلد وتأخذ ثمنه وتتصدق به. خلي بالك، بعض العلماء اجاز ان تبيع جلد الذبيحة الأضحية، ذبيحة الأضحية، وتتصدق بثمنها، ما تضربهاش في جيبك تقول ادينا كسبنا لنا 400 جنيه من ثمن العجل، لا، ما ينفعش، تصدق بها. نعم. نقل الأضاحي، أجاز العلماء نقل الأضاحي للدول الفقيرة
بعد إغناء البلد الذي ضحيت فيه. وإذا أغنينا فقراءنا من الممكن أن نجمد اللحم الباقي وننقله كما يحدث في السعودية طبعا بالآلاف بالملايين بيذبح، فده اللي بتقوم بشركة الرجحي وتوزعه على الفقراء والمساكين في أنحاء الدول الإسلامية الفقيرة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.